جئنا اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ جابر أحمد جابر صباح، الذي كانت تربطه بالمغرب كما نعلم علاقات يعني طيبة وعلاقات قوية، وكان يعمل رحمه الله على توطيد العلاقات بين الشعبين المغربي والكويتي، ونعلم كذلك الدور الذي كان يلعبه على مستوى السياسة الخارجية في مجموعة من الفات ومجموعة من القضايا. كان رجل التوافق ورجل الدبلوماسية الحكيمة ورجل المواقف المتزنة والشجاعة في كثير من القضايا، قضايا الأمة العربية وقضايا الأمة الإسلامية والقضايا العادلة بصفة عامة. فنحن جئنا هنا باسم قسم العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية، باسم الحزب نؤدي واجب العزاء، فرحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.